أنا ياسمين محمد عبد الحميد، خريجة فنون جميلة سنة 2016. بصي يعني أنا بشتغل يعني من وأنا في تالتة كلية بدأت فكرة البروجكت ده. هو كان حاجة بسيطة جدا، أنا بحب أعمل حاجات الهاند ميد، و يعني ابتديت إن أنا أعمل أكسسوارز كانت بسيطة قوي وأنزل بيها إيفنتس في أماكن مختلفة، النوادي، المعارض اللي هي بتتعمل للناس اللي بيعرضوا شغل الهاند ميد وكده. وفضلت في الموضوع ده حوالي سنتين بعمل شغلي وبنزل بيه ايفنتس، وبلس ان انا كنت كمان عندي بيج على الفيسبوك اونلاين، وكنت بقى يعني بوصل بقى لكل المحافظات وفي القاهرة. بعد كده ابتديت ان انا اعرض شغلي في اماكن يعني زي هنا كده دلوقتي، اللي هو كان مثلا ايه كافيهات ليها طابع معين اللي هو خاص بالمزيكا، خاص بالفن كده، كانوا بياخدوا شغلي يعرضوه عندهم. وانا بحب عامه الرسم، يعني انا بحب الرسم وبحب الاشغال اليدويه اكتر من ان انا اشتغل على كمبيوتر بس. بس طبعا ده فادني في ان انا اي حاجه خاصه هنا بالبروجكت في الديزاينز انا اللي بعملها، او حتى لو يعني حتى لو حد بيساعدني او كده، بس المين بتاعنا هنا انا اللي بعمل الشغل بتاعه. انا كان عندي يعني احساس ان انا نفسي جدا ان انا يبقى عندي مكان كاستوديو ادي فيه كورسز بتاعه الرسم، الحاجات اللي انا بتعلمها او اللي انا عارفه او شاطره فيها عامه. واللي هم احنا كفنون جميله بنيجي نرسم بنبقى محتاجين مساحات بقى وكده. بس الموضوع اتطور معايا بقى طبعا مع ان انا بشتغل في الحاجات الهاند ميد وكده، فان انا عايزه برضو مساحه ان انا اعرض فيها شغلي، وازاي ان انا اعلم مثلا الناس يعملوا الحاجات اللي انا بعرف اعملها. وفعلا عملت دوت اول ما فتحت خالص من 4 5 سنين، كان الموضوع اسهل كتير عن دلوقتي. ليه؟ لان السوشيال ميديا ما كانتش مكتسحه بالشكل القوي، فيعني كانت الموضوع مسهل لنا كتير. يعني ما كنتش بعمل اعلانات، ما كنتش بعمل اي حاجه، بس وجودنا على السوشيال ميديا كان بيبقى فيه تفاعل اكتر من كده بكتير. دلوقتي الموضوع بقى صعب ومحتاج مذاكره وماركتنج وازاي نسوق وازاي نعمل، يعني الموضوع انا نفسي بقيت مستصعبه جدا. لكن طبعا اي حد عنده فكره، مجرد فكرة بس، هو قادر جدا ان هو ينفذها ويخليها على ارض الواقع. بس المشكلة اللي بتواجه اي حد او اللي دايما بشوفها في الشباب ان هما بيقولوا احنا ما عندناش امكانيات. يعني انت مش لازم تبتدي بيرفكت، ابتدي واحدة واحدة لحد ما توصل للبيرفكت.